السلام عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. النهارده هكلمكم على الانتخابات في نيوزيلندا، وبالاخص الوظائف المتاحه المؤقته في الانتخابات النيوزيلنديه. طبعا السنه دي سنه 2020 سنه انتخابات، طبعا ده حدث كبير كبير جدا في نيوزيلندا، فنيوزيلندا كلها، فهم محتاجين ناس كتير جدا تساعدهم في عمليه التصويت وتساعدهم في الانتخابات، في اللجان الانتخابيه. فهم عارضين حاليا وظائف حلوه جدا مؤقتة لمدة، يعني لمدة بسيطة. الريت بتاعها حلو، الريت السالري بتاعها حلو، البروسيس بتاعته بسيطة جدا، الابليكيشن بسيط، مش محتاج انك تقدم سي في الا على وظيفة واحدة بس. لو انت هتقدم فيها، لو انت ما اخترتهاش اصلا مش لازم انك تقدم سي في. كل اللي انت هتكون محتاجه انك يكون عندك customer service، يعني انك انت عندك لباقة وانك تقدر تتعامل مع الناس، وانك انت مهما يكون في ضغط ويكون مثلا قابلتك اي مشكلة، فانك انت تقدر انك تحتوي الموقف وتحل المشكلة، وانك انت بتتبع التعليمات وكل حاجة. فهو ده باختصار جدا اللي مطلوب منك عشان تتقبل في الشغلانة دي. فإيه الوظائف المتاحة ومين اللي له الأحقية إن هو يتقبل في الوظائف دي؟ هدخل معاكم على الوظائف علشان نشوفها مع بعض. أول حاجة هندخل على موقع election.nz، جميع اللينكات هتلاقوها تحت الفيديو، ما تنسوش، فعشان إيه ما تتوهوش إن شاء الله يعني. فاللينك هتلاقوه تحت الفيديو. هندخل على jobs، دي هتلاقوها على ايدكم اليمين فوق. هندخل على work at the 2020 general election. ففي عندنا وظائف كتير، ففي عندنا جزئين اللي هو jobs in headquarter، ده اللي هو الـ الشغل من جولاي لسبتمبر، تمام. وهنا في كذا وظيفة، 3 وظائف متاحة. طبعا ده في كل نيوزيلندا مش اوكلاند بس، يعني انت بتقدم على الشغل وبتقول طبعا انت ساكن فين، فهو موجود في كل نيوزيلندا، لان التصويت بيكون على في كل حتة في نيوزيلندا حتى المدن الصغيرة، فهم محتاجين ناس في كل الاماكن. طبعا اول وظيفه دي بروسيس ليدر، دي الوظيفه الوحيده اللي انت لو هتقدم عليها هتكون لازم تقدم كفر ليتر والسي في، او غالبا بس كفر ليتر، ده اللي انا اعرفه على البروسيس ليدرز. فلكن بقيه الابلكيشنز، بقيه الوظايف ده انت بس بتملى ابلكيشن، او انت يعني. انا عن نفسي، انا سنه 2017 رحت اشتغلت معاهم في يوم الانتخابات، كان يوم رائع جدا. ويعني مش بس علشان اللي هو الفلوس، لا، انا رحت علشان ان انا ده حدث حلو في نيوزيلندا، وان الواحد يكون فخور ان هو اشترك في حاجة زي دي وساعد في حاجة زي دي، لان الانتخابات في نيوزيلندا من يعني ازهى وانقى وشفافية عالية في الانتخابات على العالم كله يعني. فدي حدث بصراحة حلو جدا، وطبعا لازم الناس تروح تصوت في الانتخابات. حتى لو انت مش عارف قوي على الحزب اللي انت هتنتخبه قبل الانتخابات، اقرا شوية على الاحزاب وشوف انت حاسس ايه، انهي حزب ان هو يعني يتماشى مع افكارك، وروح انتخبه. دي حاجة لازم الكل يشترك فيها ان شاء الله. فهنا الوظائف طبعا الريت بتاعها والوقت بتاعها من امتى لامتى، وتقدر انك تقدم على من هنا apply now. في وظائف تانية برضو في يوم الانتخابات، برضو الريت بتاعها حلو. وطبعا كل وظيفة زي ما قلت لكم في مكتوب الوصف بتاعها ايه ومفروض هتعمل ايه. انا عشان بس ما اطولش عليك في الفيديو، فانا هسيبكم انكم انتوا تقروا ده، انا بس بديكم الطريق وانتوا تكملوا فيه ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم المتطلبات اللي انتوا محتاجينها، ان هو ان الواحد يكون عنده لباقه، وان هو يقدر يتحمل الضغط الشغل، هو طبعا مش مده طويله يعني، بس ان هو يكون عندك لباقه، وان هو لو في اي مشكله تقدر انك تحتوي الموقف، وانك انت تتبع التعليمات يعني. ده بس باختصار انت محتاج ايه في الشغل بتاع في الانتخابات يعني. فده بسيط جدا جدا وبجد بيبقى حلو. طبعا في التريننج اللي هو التدريب، في يوم انت بتاخد تدريب طبعا علشان تعرف ازاي انك تمشي على البروسيس، ده بيبقى له كمان مدفوع، فيعني هما بيدفعوا لك كمان فلوس على يوم التدريب. فانت مثلا هنا election day mobile manager كاتب لك ان التريننج بتاعه هتبقى هتاخد عليه $220،
ده لما انت هتبقى مانجر. لو حتى لو مش مانجر، يعني التريننج اللي انت بتاخده سواء كنت مانجر او اسيستنت بتاخد عليه فلوس. انا لما يعني اشتغلت معاهم 2017 انا كنت اسيستنت مش مانجر، وبصراحة المانجر مسؤوليته اكبر كتير يعني. فانا خدت فلوس على التريننج وخدت فلوس على اليوم بتاع الانتخابات، لان انا بس اشتغلت في يوم الانتخابات. طبعا في كذا اوبشن، يعني انت ممكن تشتغل بس في يوم الانتخابات، ممكن تشتغل المدة كلها اللي هي مدة اسبوعين، وممكن تشتغل اللي هي بيبقى محتاجين اللي هو قبل الانتخابات وبعد الانتخابات ويوم الانتخابات. فانت كل الاوبشنز موجودة قدامك، فانت بتختار الانسب ليك. هما محتاجين ناس في كل الأوقات، وطبعا يوم الانتخابات ده طبعا بيكون اليوم العالمي، فهو بيبقى طبعا محتاجين ناس وتكون يعني متواجدة يعني كتير في نيوزيلندا كلها. فأنا أنصح أي حد بصراحة، تجربة حلوة جدا مش بس عشان الفلوس، لا بجد التجربة نفسها حلوة والإحساس فعلا حلو. ففي كذا شغلانات موجودة هنا وكذا وظيفة يعني، وطبعا الريت بتاعها موجود قد إيه، فده المبالغ اللي المفروض هتدفع. طبعا وانت بتملى الابليكيشن محتاج يكون عندك IRD، دي اللي هي الرقم بتاع الضرايب بتاعك، بتوفر لهم الاكونت نمبر بتاعك اللي هو حساب البنك بتاعك عشان ما يدفع لك عليه الفلوس، لان طبعا انت هيتخصم من عليك شويه ضرايب بسيطه كده، مش مبلغ يعني، بس ان هو لازم بتكون، لان دي بروسس كانك شغال شغل مع الحكومه يعني. فدي برضو حاجة من الابليكيشن. طيب هنطلع فوق اوريكم شكل الابليكيشن عاملة ازاي، عامل ازاي. apply now to work at 2020 general election. هنا بيبقى شكل الابليكيشن، هنا بيقول لك انت محتاج ايه، your bank account on IRD، لازم بيكون بتوفر لهم رقم الحساب بتاع البنك والاي ار دي علشان يدفعوا لك الفلوس. طبعا انت لو ما نجحتش ما اختربش في الوظيفه يعني، كل المعلومات دي بتتمسح مش بيخلوها عندهم، فدي امان جدا. طبعا ده موقع حكومه يعني ما فيش فيه اي مشكله يعني. طبعا بتوفر لهم 2 ريفرنس، مش لازم يكون بس مش لازم تكون شغال عشان توفر ريفرنس يعني، لا ممكن اي حد يعني، لو انت مثلا شغال شغل تطوعي، حد مثلا من الشغل التطوعي ده، لو انتوا محدش شغال خالص او انت مثلا مش شغاله. على فكره انا مش بتكلم ان هو لازم يكون شخص اللي هو كراجل يعني، لا عادي ممكن واحده ان هي حابه انها تشتغل. انا اشتغلت معاهم 2017 وعادي جدا يعني، انا الريفرنس بتاعي كان من الكوميونتي يعني، ف يعني حد يعرفك كويس ان هو عارف انك تقدر تتعامل مع الناس، بتقدر انك انت تتبع التعليمات، فان هم ده مجرد ريفرنس علشان مور تشيك اب يعني، عشان يعرفوا عنك حاجات اكتر يعني. فده محتاج 2 ريفرنس، previous relevant employment detail if you don't work at the last. بيقول لك يعني لو انت يعني اشتغلت معاهم في الانتخابات اللي فاتت قول لهم يعني. previous experience working within your communities، يعني لو انت عندك خبرة انك اشتغلت مع الكوميونتي بتاعتك سواء يعني من اي طبعا باك جراوند يعني. فهو دي بس تفاصيل بسيطة جدا، الابليكيشن بسيط هندخل عليه، تملى تفاصيلك، اسمك، last name، العنوان بتاعك، كل حاجة، انت المكان اللي انت مقيم فيه حاليا، يعني مثلا انا ساكنة في نورث اوكلاند فانا هعلم على دي، فدي هنا هتظهر لي يعني ايه المكان اللي هو بتاع اللجنة الانتخابية. فانا ساكنة في الشمال اوكلاند، فهو في كذا منطقة يعني، بس انا عارفة ان انا في النورث شور، فانا هعلم على النورث شور. هنا بيقول لك انت لو مفيش شغل متاح في اللجان بتاعة النورث شور، تحب انك تروح تشتغل في لجان تانية، فانت تعلم عليها وتقول له ايه اللجان التانية اللي انت حابب تشتغل فيها، او لو مش عايز باختصار ممكن تقول لا يعني انا لا عايز بس في المكان ده. هنا طبعا بتملى لو البيانات بتاعت عنوانك لو اختلفت، هنا الايميل طبعا تحطه، هنا التليفون عشان طبعا عشان يكلموك، امتى اليوم الوقت اللي في اليوم عشان يكلموك فيه، اللغة انت بتتكلم حاجة تانية غير الانجليزي طبعا بالنسبة للعربي يعني، لو في اي طبعا لغة اضافية غير العربي بتقوله، هنا هنقول other، فهما بيظهر لي هنا
ونقول ايه اللغات التانية اللي احنا بنتكلمها. طبعا ده بيكون حلو جدا علشان ده في يوم الانتخابات لو مفيش حد فاهم بالانجليزي تقدر انك انت تترجم بلغة تانية سواء عربي فرنساوي اسباني، اي حد بيتكلم لغة تانية يكتبها هنا، ده طبعا بيكون حلو. انت عندك خبرة انك اشتغلت مع ثقافات تانية او كوميونيتيز تانية يعني، فعادي تقول اه او لا يعني. لو انا بالنسبة لي انا اشتغلت مع كذا حد يعني، فانا قلت يس وكتبت ايه الاكسبيرينس بتاعتي يعني. لو انتوا ما اشتغلتوش عادي جدا اكتبوا نو. Do you have experience working with your community؟ انت اشتغلت مع الكوميونتي بتاعتك اللي هي بالنسبة لنا احنا الأقرب، فيعني انا بالنسبة لي قلت اه. انت لو ما اشتغلتش او مش involved قوي في الكوميونتي عادي باختصار تقول نو، مفيش فيها مشكلة. انت سمعت عننا منين؟ بتقول لهم انت سمعت عننا من الراديو، من الموقع الالكشن نفسه اللي هو الانتخابات نفسه، من اي حد. لو من اي حد تاني تقولوا اذر، مثلا لو انتوا سمعتوا عن المعلومة مني فتقولوا اذر من المكان الفلاني، من اليوتيوب، من الفيسبوك، من اي حاجة يعني. فهو بس ايه، مجرد ان هو كاستطلاع رأي انت سمعت عن الانتخابات منين. وممكن طالما مش متعلمة عليها بالأحمر انتوا مش لازم انكم تحطوها يعني، بس لو في يعني في ناس بتحب تجاوب على كل حاجة، وفي ناس اللي هي بتجاوب على الحاجات اللي هي محطوطة عليها اللي هي الوردة الحمراء دي يعني. البوزيشن انت عايز تشتغل في الويك دايز اللي هي في خلال ايام الاسبوع ما عدا الويك اند، او في الويك اند بس، او يوم الالكشن داي بس اللي هو يوم الانتخابات بس اللي هو يوم 19 سبتمبر. لو عايزين تشتغلوا في كله بتعلموا على كله، وفي الاخر انك انت ممكن لما يعملوا معاك الانترفيو او لما يعملوا معاك الانترفيو بتختاري اليوم اللي انت حباه، او انك انت ايه الانسب ليكي، وقول لهم لا خلاص انا هشتغل في اليوم الفلاني وخلاص يعني. انت برضو بتقبل او بتقبلي الشغل المناسب ليكي في الوقت المناسب ليكي. فهو ده باختصار. طبعا هنقول نيكست. انا طبعا ما عملتش بيانات، فانا علشان البرايفسي بتاعتي يعني، فانا مش بحب احط فيك انفورميشن كمان. فهو برضو باختصار الحاجات اللي بعديها دي بسيطة جدا، شوية اسئلة ما فيش فيها اي حاجة. بس لو في اي استفسارات محتاجين تعرفوها اكتر كلموني، احط لي في الكومنتس على اليوتيوب او كلموني على صفحتي Living in New Zealand by شهناز، وانا هساعدكم في البروسيس. بس بصراحة فعلا الشغل في الانتخابات فعلا ممتع جدا، خبرة حلوة قوي كمان، انك تقدر انك انت تبقى في المجتمع النيوزيلندي اكتر وتتعامل مع ناس اكتر حتى لو بس مجرد اليوم واحد، فعلا خبرة كويسة. طيب قبل ما انهي الفيديو عايزة اقول لكم ان مين المسموح ان هو يشتغل في الانتخابات. طبعا المواطنين اللي معاهم الجنسية او ان هم نيوزيلنديين اللي معاهم اقامات، او اي حد معاه ورك فيزا ولو الاحقية ان هو يشتغل في نيوزيلند. فده باختصار جدا يعني. لو انت طالب طبعا اي حد معاه فيزا دراسة له احقية ان هو يشتغل 20 ساعة في الاسبوع، فانت تقدر انك تقدم. ورك فيزا طبعا له لك احقية انك برضو تشتغل في نيوزيلند، فبرضو تقدم لو انت معاك ورك فيزا. وطبعا لما انت هتقدم هيقولوا لك طبعا عايزين اثبات انك انت معاك، ورينا الفيزا بتاعتك يعني. فدي باختصار جدا، اي حد معاه ورك فيزا او ستودنت فيزا او مقيم او مواطن يقدر يقدم في الانتخابات. يا رب اكون قدمت لكم معلومه سريعه، وان شاء الله ربنا يوفقكم بجد، خبره حلوه قوي. وما تنسوش تصوتوا، ما تنسوش تسجلوا نفسكم في الانتخابات علشان تصوتوا، دي برضو حدث حلو جدا بيكرر كل 3 سنين. فاتمنى اكون افدتكم. محتاجين تعرفوا اي حاجه واي تفاصيل زياده كلموني على صفحتي Living in New Zealand by شاهيناز، او حطولي في الكومنتات تحت. ما تنسوش تعملولي سبسكرايب. شكرا لكم، سلام عليكم.